مرحبا، شكرا لتابعتكم تك ميشن. حلقة اليوم هي الجزء الثاني من شرح تقنيات السنسر وكيف بيحول الضوء إلى إشارة رقمية. بحلقة اليوم رح نحكي عن كيف السنسر بيشوف الألوان وبيميزها، وعن دور دقة السنسر والميجا بيكسل بجودة الصورة والفيديو، وكيف الكاميرا بتقرأ بيانات السنسر، وكيف بنقدر نصور بكامل السنسر أو بجزء منه، وعن ظاهرة الرولينج شاتر ليش بتصير وشو أثرها. رح نختتم مع دليل اختيار السنسر الأفضل لنمط التصوير المفضل عندكم. مواضيع كتيرة وشيئة ما تفوتوها بحلقة اليوم. قبل ما نتابع حابب وجه شكر كتير كبير لنيكون الشرق الأوسط اللي قدمت كل الدعم لإنتاج سلسلة فيديوبيديا حتى أقدر أقدم لكم كل هالمعلومات المفيدة بالسلسلة. شكرا نيكون وتابعونا. منبدأ بموضوع الألوان. بالحلقة الماضية قلنا أنه السنسر بيحول الضوء الساقط عليه إلى إشارة كهربائية، بس كيف يميز الألوان؟ وكيف الكاميرا بعدين بتقدر تقرأ هدول الألوان؟ الألوان مثل ما بتعرفوا مكونة كلها من الألوان الثلاثة الرئيسية، الأخضر والأحمر والأزرق RGB Red Green Blue، وأي لون هو عبارة عن مزيج معين بنسب معينة بين اثنين من هالألوان ثلاثة أو ثلاثة كلهم. هي أول شيء. الطبقة الحساسة بالسنسر ما بتميز الألوان، هي بتنزل عليها أشعة ضوئية يعني فوتونات تحمل طاقة بتحول هالطاقة لإشارة رقمية. طيب شو الحل حتى نقدر نسجل الألوان؟ الحل بسيط الحقيقة. في عنا فلتر بسيط مكون من مواد شفيفة نسبيا بينحط قدام السنسر وبيفلتر الضوء حسب اللون. أشهر فلتر من هالنوع هو فلتر باير، مكون من وحدات مربعة الشكل، كل واحدة منهم ببساطة فيها 4 مربعات، 2 خضر، 1 أحمر، 1 أزرق. كل مربع بيمتص كل الألوان وبيسمح للون واحد بس بالمرور، وبالتالي البكسل اللي تحته رح يجي الضوء المتعلق بلون واحد فقط. المعالج بيعرف كل بكسل شو عم يقرأ، وبالتالي على أساس هذا الشيء بيفسر الألوان. بسيطة ما هيك؟ مبدأ فيزيائي بسيط ما في تعقيد أبدا. فلتر ضوئي فيزيائي، ما في أي شيء رقمي نهائيا، ما في أي شيء كهربائي نهائيا، بيخلي كل بكسل يوصل له لون محدد، بيحوله لإشارات رقمية والكاميرا بتفسرها لأنها بتعرف كل بكسل شو متخصص بالنسبة للون. فلتر باير مكون من وحدات رباعية، كل وحدة فيها 4 مربعات مثل ما حكينا، 2 خضر، 1 أحمر، 1 أزرق. حتى سهل لكم تفهموه عملت لكم هالنموذج المبسط. تخيلوا أصغر بكتير طبعا، كل مربع بيقياس بكسل واحد، بس هذا هو المبدأ. هذا هو الفلتر، ولما بيمر الضوء فيه بس الأزرق بيمر على البكسل اللي تحت هالمربع، وبس الأحمر بيمر على البكسل اللي تحت هالمربع، وبس الأخضر بيمر على البكسلين اللي تحت هالمربعين. منتبهين انه هدول 4 مربعات؟ بحلقة قادمة رح نشرح لكم شيء اسمه Color Sampling، ورح نقول 422 او 420، 422 او 420. مألوفة هالارقام ما؟ سمعاني فيها انتم من قبل اكيد. هدول الاربعة هنن الفور، هنن الرقم 4 ببداية هدول الارقام. وبحلقات قادمة ان شاء الله رح اشرح لكم شو هن 22 او 20 بالColor Sampling، بس خلوكم متذكرين هذا المنظر لانه رح اذكركم فيه بهداك اليوم. بيضل في عنا السؤال، ليش في عنا 2 أخضر و1 أحمر و1 أزرق؟ لأنه هالشي بيحاكي حساسية العين البشرية. العين البشرية فيها بكسلات كمان اسمهم العصي والمخاريط، إذا متذكرينهم من أيام المدرسة cones and rods. بضوء النهار بتشتغل المخاريط أكثر من العصي الكونز، وهي حساسة للضوء الأخضر أكثر بمرتين من الأحمر والأزرق. لهيك لما العامل برايس باير اخترع هالفلتر خلاه 50% للأخضر و 25% للأحمر و 25% للأزرق ليشوف بشكل شبيه لرؤية العين البشرية. هذا هو الحل اللي تتبعه كل أنواع السنسرات اليوم. مو كلها في عندها فلتر باير تحديدا، في أنواع أخرى في يعني فروقات كتير بسيطة بينه وبين باير، بس كلها بتعتمد على نفس المبدأ تماما، عبارة عن فلاتر ضوئية بسيطة. فإذا لحد هلا تعلمنا انه السنسر بينزل عليه الضوء بيحول هالضوء لإشارات كهربائية. هالإشارات صار وقت انها تتجمع وتنتقل للمرحلة التالية، يعني تروح على معالج الكاميرا لحتى يفسرها ويضمها على شكل ملف رقمي. نحن في عنا الطبقة الحساسة من السنسر، في عدد كبير من البكسلات، كل بكسل صار حامل إشارة رقمية. بيجي دور مرحلة اسمها مسح السنسر او سنسر سكانينج. هون في عملية جمع لهالبيانات او للإشارات الكهربائية لحتى نوديها على المعالج. عملية السحب بتكون خطية، خط خط أو سطر سطر، وبالترتيب من أول بيكسل لآخر بيكسل. بعبارة تانية، أول بيكسل بالزاوية هون رح تنبعت بياناته قبل الثاني، واللي هو قبل الثالث وهكذا. بس الفرق بين كل بيكسل والبيكسل اللي جنبه مانو كتير كبير وما بيعمل مشكلة، بس الفرق بين هذا البيكسل وبيكسل بآخر سطر أو بآخر خط من السنسر بيكون صار أكبر، وهون بتبلش القصص التقنية تظهر. وبدقة أكثر، هذا الفرق هو اللي بيساوي الظاهرة اللي اسمها Rolling Shutter،
ظاهرة شهيرة راح اشرح لكم اياها بعد شوي صغيرة. بس هون في نقطة مهمة، إذا بكل سطرة من السنسر كان في عندي 1000 بكسل مثلاً يعني، بتكون سرعة القراءة X. إذا صار في عندي 500 بكسل بدل 1000 بتصير سرعة القراءة نص X، صح؟ هي نقطة كتير مهمة خلوها بالكم، لأنه رح أسألكم عنها بعد شوي وقت اللي بنحكي عن سرعة القراءة. هلأ بنرجع بنركز شوي مشان نفهم الرولينج شاتر. شوفوا هاي الصورة، هي أخذها أنا من ويكيبيديا بالمناسبة. شايفين شفرة المروحة كيف طالعة؟ هذا بسبب الرولينج شاتر، هي كانت لازم تكون مستقيمة طلعت منحنية. في عنا هاي الصورة كمان وأيضا من ويكيبيديا، شايفين كيف طالع السور مايل؟ كمان هي بسبب الرولينج شاتر. رح جرب صور لكم فيديو بالاستديو عندي بيعبر عن الرولينج شاتر. لحتى يطلع الرولينج شاتر لازم أعمل كويك بان، يعني لازم أحرك الكاميرا يمين ويسار بشكل كتير سريع. اللي بدوخ ما يشوف هذا الفيديو. هالفيديو مسجل على نيكون Z6II مع نيكور 2470 فتحة 6.8 S. هذا الفيديو بسرعته العادية، ما تدوخوا. هون الفيديو نفسه بس بعد ما بطأناه 5 مرات، بيظهر إلى حد ما الميلان بالخطوط العمودية أثناء الحركة السريعة. وهلأ لحتى نشوفه أكتر، هي فريم واحد مجمدينه، فريم ثابت، بيظهر فيه الميلان بشكل واضح بالخطوط العمودية. هالظاهرة بتصير بس وقت عم نحرك الكاميرا أفقيا بسرعة كبيرة أثناء التصوير، أو وقت بيكون في شيء عم يتحرك بسرعة كبيرة قدام الكاميرا الثابتة، مثل شفرة الطيارة المروحية اللي شفتوها قبل شوي. السبب بهي الظاهرة هو بالضبط الفارق بين سرعة قراءة البكسلات بين أول السنسر وآخره، يعني بين هون وهون. ما رح فصل أكثر بالرولينج شاتر، بس مهم كتير إنه نفهمه. الكاميرات اللي بتخفف ظاهرة الرولينج شاتر بتكون أقوى وأعلى بالمستوى ومناسبة للفيديو اللي فيه حركة أكثر. في طرق كتيرة لحل هي المشكلة، بس كلها بتعتمد على مبدأ مشترك، تسريع عملية قراءة البيانات من السنسر. في شيء اسمه جلوبال شاتر تشتغل عليه كاميرات الفيديو العالية، بتقرا كل البكسلات سوا وبتبعتها على المعالج سوا، بس هي تقنيه مكلفه وبتاخذ هندسه وحجم وما دائما ممكنه بالكاميرات الهايبريد الاصغر. التقنيه الثانيه اللي بلشت تنتشر اكثر واكثر وعم تعطي نتائج ممتازه هي التقنيه اللي بنسميها ستاكت سنسر. بالعربي فينا نسميها السنسر المؤلف من طبقات متعدده او طبقات مكدسه اذا بدنا نكون دقيقين. جوهر الشيء اللي عم نحكي عنه هو الطبقه اللي اسمها دي رام. هاي الطبقة مثل ما بيظهر من اسمها هي رام، دي رام، هي ذاكرة مؤقتة مثل أي رام بأي جهاز تاني. بتتكدس اللي هو المعنى الحرفي لكلمة ستاكت بين طبقة السنسر حساسة للضوء وبين طبقة الدارات الدقيقة اللي بتجمع الإشارة وبتوديها على المعالج. الرام هي شغلتها أنها تسحب الإشارات بسرعة كبيرة من الطبقة الحساسة وتوصلهم لطبقة الدارات دفعة واحدة، وبالتالي هي بتشتغل مثل بفر لعملية سحب البيانات من السنسر إلى المعالج. هاي التقنية بدأت تنتشر بقوة مؤخرا، وهي بتسمح بتصوير بدقات أعلى على سبيل المثال 8K، وكمان بتردد إطارات أعلى من 120 إطار بالثانية 4K مثلا. والأهم من هيك هي بتقلل الرولينج شتر أو حتى بتعدمه. اللي متابعين القناة أكيد حضرتوا الفيديو اللي حطيته أنا من يومين، ورح أحط لكم الرابط بالزاوية فوق وبالشرح تحت. نيكون كانت من فترة كتير قريبة من كم يوم بس أعلنت أنها صممت وطورت وبدأت بإنتاج سنسر جديد من نمط ستاكت، مع طبقة الديرام اللي بتخليه يدعم معدلات إطارات خرافية مثل 1000 إطار بالثانية مو بس 120. تابعوا الفيديو لتعرفوا التفاصيل لأنه الخبر مهم جدا. هيك بنكون شرحنا تقنيات السنسر، وإن شاء الله كان شرحي وافي ومبسط بما فيه الكفاية. إذا عندكم أي أسئلة أو استيضاحات اكتبوا ليها بالتعليقات وأكيد إن شاء الله رح جاوب عليها كلها. بس هلا نحن كمستخدمين عاديين شو بنستفيد من هاي المعلومات اللي تعلمناها؟ شو بنستفيد من فهم تقنيات السنسر؟ ببساطة بنستفيد بأنه صرنا قادرين أنه نختار الكاميرا المناسبة لنوع التصوير اللي نحن بنستعمله. دائما بيجيني هذا السؤال على القناة، شو أفضل كاميرا لحتى أشتريها؟ أفضل كاميرا هي مو بالضرورة الأعلى بالميجا بيكسل، ولا بالضرورة الأغلى، ولا بالضرورة الأحدث، ولا بالضرورة اللي بتصور بتقنيات فيديو أعلى. الكاميرا الأفضل لإلك هي دائما وأبدا الكاميرا المناسبة تماما للي أنت بتصوره فيها. ولتعرف شو هي الكاميرا المناسبة اللي انت بتصوره فيها رح اعطيك بعض القواعد العامة المتعلقة بالسنسر تحديدا. اول شيء خلينا نحكي عن الدقة العالية، الهاي ميجا بيكسل. هل كل ما كان الميجا بيكسل اعلى كل ما كانت الكاميرا افضل؟ هالشيء الحقيقة بيعتمد على نحن شو عم نصور. تعالوا نتخيل كاميرا فول فريم مثل نيكون Z6II، دقتها 24 ميجا بيكسل. في كاميرا تانية من نيكون اسمها Z7II، كمان فول فريم، يعني نفس قياس السنسر تماما من حيث المساحة، بس الدقة 45.7 ميجا بيكسل. يعني في عنا 45.7 مليون بيكسل على السنسر مقابل 24 مليون بيكسل بالZ6II. فأي وحدة هي أفضل لإلي؟ على نفس المساحة تماما بالنسبة للسنسر في عنا تقريبا ضعف البكسلات، يعني كل بيكسل لوحده بالسنسر اللي دقته 24 ميجا بيكسل بالZ6II بيكون تقريبا ضعف قياس البكسل الواحد بالسنسر اللي دقته 45.
مساحة بيكسل أعلى شو بتعني؟ هي تعلمناها بالجزء الأول، تعني حساسية أعلى للإضاءة المنخفضة. واليوم كمان تعلمنا شيء جديد، إنه بوجود عدد بيكسلات أقل بيكون في عنا سرعة قراءة أعلى للسنسر، وبالتالي سرعة تصوير أعلى. عنا أفضل بالإضاءة المنخفضة وعنا سرعة قراءة أعلى، هذا الشيء شو بيعني؟ أفضل بالفيديو حتما، وأفضل بالتصوير بالإضاءة المنخفضة، وحتى بالصور الضوئية اللي بدها سرعة أعلى مثل الرياضات على سبيل المثال. هدول الحالات كلهم بيكون فيهم الميجا بيكسل الأقل أفضل دوما. أما الـ 45 ميجا بيكسل تبع الـ Z7 II فهي حتما أفضل بالحالات اللي بتقتضي دقة عالية، مثلا تصوير البورتري، تصوير المناظر الطبيعية، تصوير العمران، كل شيء بيقتضي إنه نحن نكون عم نصور بدقة عالية بيحتاج إنه ناخذ ميجا بيكسل أعلى. كل سنسر في له مكانه المناسب لإله. طيب فلنفترض إنه أنا أصلا في عندي Z7 II، يعني في عندي أصلا كاميرا فيها سنسر عالي الدقة، وأنا حابب صور فيديو أكثر، شو بقدر أعمل بهي الحالة؟ بقدر ببساطة صور بنمط كروب اللي بيقلل مساحة السنسر المستخدمة، وكمان بيقلل عدد البكسلات المستخدمة. بكاميرا نيكون Z6 II هالخاصية اسمها DX versus FX. FX تعني كامل مساحة السنسر، وDX تعني مساحة أصغر من السنسر بتقابل تماماً مساحة الكروب سنسر على الكاميرات اللي بتجي أصلاً مع كروب سنسر APS-C. لما بنختار DX بنقلل عدد البكسلات المستخدمة، وبالتالي سرعة القراءة بتزيد وبتصير بكفاءة أعلى. بدل ما نقرأ 1000 بيكسل مثلاً بنقرأ 700، بياخدوا وقت أقل جداً بالسكانينج، بالسنسور سكانينج. ولأنهم بياخدوا وقت أقل شو بيصير؟ بيقل طبعاً الرولينج شتر. برافو عليكم. حجم البيكسل ما رح يقل ولا يزيد، وبالتالي الحساسية الإضاءة المنخفضة ما رح تأثر بهي الحالة. شي تاني بيصير لازم ننتبه عليه، إنه بيطبق الكروب فاكتور اللي بيخلي العدسة اللي بعد البؤري 20 ملم على سبيل المثال تتصرف وكأنها 30 ملم. هذا الكروب فاكتور اللي احنا بنعرفه ومتعودين عليه وقت بنصور بكاميرات كروب سنسر. هذا الشيء بيعطينا وصول لنقاط ابعد، بس اذا كنا عم نصور مناظر طبيعيه على سبيل المثال ومحتاجين الوصول الاعرض ما رح يفيدنا كتير. خلينا نجي على سيناريو اخر، اذا في عنا نفس عدد البكسلات بس بمساحه سنسر مختلفه. يعني هون عم نقارن بين فول فريم سنسر واي بي اس سي سنسر او كروب سنسر. كاميرا مثل نيكون Z55 هي كاميرا كروب سنسر وفي عندها 24 ميجا بكسل بالدقه. نيكون Z6 II فول فريم وايضا مع 24 ميجا بكسل بالدقه. طالما في عنا نفس عدد البكسلات على مساحة أوسع، فإذا بالفول فريم كل بكسل لوحده عم بيكون أكبر، وهالشي بيعني ضوء أكتر وحساسية أعلى بكل بكسل، وهالشي بيعني طبعا أنه الفول فريم أفضل من الكروب سنسر بالإضاءة المنخفضة، بافتراض طبعا أنه هن نفس الدقة. فإذا نحن لازم نختار الكاميرا بناء على نحن ليش رح نستخدمها، مو بناء على إذا هي الأحدث أو الأعلى من الميجا بكسل أو أي واحدة من المواصفات الثانية. المهم أنها تناسب بالضبط الاستخدام اللي أنا بدي إياه. وهيك بيكون اختتمنا موضوع السنسر بالجزء الثاني من سلسلة من جزئين عن السنسر ضمن فيديوبيديا. ان شاء الله اكون وفقت باني اشرح لكم اياه بطريقة سهلة ومباشرة تقدروا تفهموا هي التكنولوجيا اللي هي محور واساس شغل الكاميرات تبعتكم. شكرا لمتابعتكم هالفيديو اللي ان شاء الله كان مفيد بالنسبة لكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتابعوني على انستغرام، وانا بشوفكم بالحلقة القادمة من فيديوبيديا.